كنا في فرنسا، حنا جروب، حنا شي 14 واحد. تلاقينا واحد السيد، الو السلام عليكم، اهلا المغاربه، كي دايرين هنا؟ بخير وعلى خير، فرحنا تنشوفوكم تنفرحوا، مرحبا. واليوم راه عرض عليكم انا العشاء في واحد الريستوران. جاو لعندي انا، حليت هذاك الكتاب، قال لي وانا بديت تنعت ليه غير تنعت ليه، قلت ليه وي هادي لا، قلت ليه عيسى شي شويه تشتو، خرج من الباب وانا نقول هذوك يا سيد، راه السيد اللي يتعنى نتعشى وداك الشيء، راه شتو خرج من هذاك، تبعتو انا تبعو المقدم. حنا قلنا له، قال لي اخويا راه انا قلت واش غادي تعشاو شي عشاء خفيف وداك الشيء، قال لي راه دابا عرفتي كلها الشاد، قال لي راه غير انت شاد دابا شي 24000 ريال. حنا بغينا شويه اللي يوقف معنا في الدواء، اللي يوقف معنا في السكن، اللي يوقف معنا في الدراسه على ولادنا، اللي يوقف معنا في الى طحنا. السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج ظلال. ظلال يستضيف نجوما تحت الظل، الحليقيه او بمعنى اصح فنان ساحه جمع فنا بمراكش. كيف يعيشون خارج الساحه؟ كيف يواجهون المرض والأزمات الخانقة مادياً؟ كيف يخبئون الألم والحزن بداخل قلوبهم ويبتسمون ليبتسم جمهور حلقتهم وفي الابتسام سخاء ببعض الدراهم؟ ساحة جمع فنا الشهيرة المصنفة ضمن قائمة التراث اللامادي الإنساني التي أعلنتها منظمة اليونسكو عام 2001، يعبر منها العابرون، يلتقطون صورا وذكريات، ويبقى رواد الحلقة في أماكنهم بالساحة لاستمرارها. فماذا قدمنا لرواد الحلقة ليستمرهم كذلك ويعيشون حياة كريمة؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وأخرى نستضيف الفنان أمال عبد الله المعروف بالمسيح. سي عبد الله مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا. بدا المسيح منين جات؟ هذه السميه هذه كانوا الرمال القدام، تيكونوا 30 واحد 40 واحد، وتيكون فيهم واحد هو اللي تيدخل للقبيله او الدوار، تيبرح في الدوار، تيعلم بين ما الرما غادي يجيو لهذاك الدوار، وتيسميوه ديما هو المسيح، ديما سيح من بلاد لبلاد. نعم نعم سيدي. حدثنا واحد شويه على الطفوله ديالك. والطفوله ديالي اش نقول لك انا، الحمد لله الطفولة ديالي عطاتني واحد الساس اللي هو انا غادي فيه لدابا، الحمد لله. انا بعدا في الاول ما كنتش انا حليقي، ولا الساس ديالنا من الحلقه كان الوالد ديالي خدام في دارات الشجون. من بعد مني مات الوالد، خلى سته ديال الوليدات، جوج بنات واربعه ديال الدراري، والوالده ديالي يعني عطاتني الواحد المقدم، الله يجدد عليه الرحمه ويرحمه ويغفر لنا واليه والامه سيدنا محمد كفى اجمعين. هذا المقدم هذا تيعلم الدراري هادشي ديال لاكروبات، تيعلمهم اللغه ديال التمازيغ، تيعلمهم الغنى بتمازيغ. الحمد لله تعلمنا في هذه المدرسه اللي هي مدرسه كبيره، تخرجوا منها الدراري كاينين في ميريكان، كاينين في سويسرا، كاينين في كندا. وهذا المقدم هذا انت بقيتي في مراكش؟ انا لا كنت بقيت معاهم، مشيت معاهم حتى بلغت واحد يعني كانت عندي شي 17 سنه او 16 سنه. نعم. وجيت لمراكش تندير الحلقه انا والثنائي ديالي. الحليقي كيفاش كيعيش حاليا؟ ما شاء الله الحليقي تيعيش واحد الازمه اللي ما غادي يقدر يعرفها حتى شي واحد الا الله سبحانه. الا هو كذب عليك، كاين الحلاقي اللي عرفتهم انا من دابا الان مازال تيخلصوا الدين ديال هاد كورونا اللي فات لحد الان دابا. نعم. كاين الحلاقي اللي باح حوايجو ما باقيش دركهم، يا ما غاديش تشوف الضحكه ولا تشوف البسمه اللي تيضحك في وسط الجامع عرفنا، تقول هذا راه ما خصو حتى خير. هو لازم هذيك الضحكه يعطيها لهذاك الجمهور، حيت هذاك الجمهور مولفوا بهذيك الابتسامه، مولفوا بالنكته، مولفوا بواحد الفرجه اللي هي يعني فيها بزاف الميساجات، ولكن هو ما تيقدرش باش يبين بين ما ديك الازمه باش تيحس، ولا ذاك النقص اللي عنده ما تيقدرش يلاه تيشاركوه معاه ولاده. هذا التساؤل ديالي هو كيفاش الحليقي تيخبي الحزن ديالو في القلب ديالو وكيضحك باش يضحكوا الناس
اللي معاه في الحلقه؟ راه الا جايبين هذاك الحزن ما باقيش غادي يدي والو لوليداتو، وهو كالفرجه ديالو كالخدمه ديالو كالفن ديالو تيعطي واحد الحاجه اللي هي غادي باش توقف هذاك الانسان، وباش يوقف هذاك الانسان خصك تعطيه واحد الحاجه باش يبقى مستمر معاك في هذيك الوقفه، وباش انت تنسى هذوك المشاكل تعود تحاول تفكر كيفاش غادي ترضي هذاك المشاهد او هذيك المشاهده باش حتى هي تمشي معك في هذاك البرنامج ديالك وتمشي معك في هذيك النكته ديالك. الحلاقي الا مرض او الا كبر في السن ديالو شنو هو المآل ديالو؟ شنو تيوقع ليه في الاخر؟ كاين الدواء. المريض الحلاقي هذا ما خصو يبيع شي حاجه من حوايجه، يبيع شي ثلاجه، يبيع شي تلفازه، الا عنده شي واحد الصديق ديالو راه يقدر يسلفو، ما عندوش راه غادي يبقى الا شرى الدواء وخرج ليه الدواء راه ما غاديش يشري الدواء كامل، يقدر يشري جوج دويات والاخرين ما عندوش ويصبر حتى يفرج عليه الله. وإلا كبر في السن؟ إلا كبر في السن اش غادي نقول لك؟ ليه الله سبحانه الا هو. سولتك التساؤل هذا لأنه كاينين بعض الحلاقية اللي في الآخر ولاو كيدوروا في الشارع ولاو كيطلبوا ولاو ما باقاش يقدروا يخدموا وما كاينش يعني واحد المصدر ديال القوت ديالهم، لقاو راسهم كيطلبوا. عرفتي لماذا خاي هذا الشيء كاين؟ لماذا ما كايناش واحد الرعايه اللي هي غادي تكون؟ حنا واخا قطعتي حنا غنجيو لهاد الاسباب. نعم. ولكن هضر لي على الظاهره بعدا. الناس اللي كيطلبوا دابا يعني حلاقيه، وحنا حلاقيه تنقولوا حنا حلاقيه واصلا هو فنان. نعم. هو مبدع. ماشي يجي وسط الساحه وضحك الناس ولا جاتهم ايه. واحد المعلومه معينه. نعم. ما كنتيش فنان. نعم. يعني هذا مسرح في الهواء الطلق. نعم خويا. هاد الناس هادو. نعم سيدي. هاد الناس هادو فاش كيكبروا اشنو كي اشنو 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 تيوقع؟ تيوقع ليه تيتكرفص تيمشي كاع عند واحد سلف عنده اليوم وهذاك الاخر سلف عنده هاد الشهر، يعني تيعيا من البلايص اللي سلف فيهم وما عندوش باش يرد، ولادو تابعهم شحال من حاجه من الولد الصغير للولد الكبير للمراه، الحوايج ديال اللي تتبغي المراه، تيشوف مسكين ما عنده حتى شي باب، راه تيخرج للقهاوي وتيخرج تيطلب، تيشوفوا شي واحد تيقول وهذا كان نيت حلاقي وكان تيفرشنا وكان شو مسكين كيتلا وكي، هذا هو الظروف ديالو، ما حينته ما تيعرفش يمخر، كون تيعرف يمخر راه غادي يمشي يمخر وما يخليش ولادو، ولكن هو عنده تيعرف واحد الحاجه اللي هي تيعرف الحلقه، تيعرف الواحد الفني يعطيه، ما لقاش اللي يساعدو في هذاك الشيء باش ما يطيحش في هذا المشكل بحال هكا. وللاسف انا شفت بزاف الحلاقين اللي هما تيطلبوه في الشوارع. ممكن تكون بعض الاسماء اللي في الاخر ما لقاوش مساكين كيفاش يعيشوا كيفاش بزاف. اش غادي نقول لك مثلا السي الرقيبي انا كنعرفو شخصيه عاش مشاكل، باقي لدابا مسكين وعندهم موتا هي عيانه ومريضه بالدواء، وكاين بزاف الحكواتيين ها هما ما كانوا تيخدموا في الصباح ما باقيش تيخدموا، علاش؟ لانه قوه الصداع وقوه الضرب ويعني وما بقاش الناس متبعين ديك الحكايه، عندك هذاك الشيء ما يعني هما اللي بقوا منهم شي ناس، ولكن الا مشاو هاد الناس والله ما كاين اللي يخلفهم، مثلا بحال الحلاقي اللي مشاو بحال مول الحمام بحال مول بيكالا بحال هذاك سميتو هو والصديق ديالو عربي وشلح، هما تحيدات هذه الحلقه كانت فيها واحد الفرجه اللي هي تيجيونا هي تا هو مسكين بزاف، سي عمر ميخي بزاف، مامادو بزاف، يعني بزاف الناس مشاو من هذه الساحه، وهذه الساحه ملي تيمشيو من هذه الناس تيجي لها واحد الجيل اللي هو تيخدم، يعني انا تنقول كل واحد الله يسهل عليه، ولكن ماشي بحال واحد الجيل كان تيجي تيعطي واحد الرساله، كان تيجي تيعطي واحد الفرجه، كان السائح تيجي تيتشهى باش دابا جا معرفنا كثره الموسيقى هي اللي ولات فيها، يعني الانسان اللي تيهضر كحكواتي تيهضر غير فمو، ما بقاتش عنده الخدمه في الساحه ديال جامعرفنا دابا ولاو اللي باف فيها بزاف الناس دايرين البواق، ما بقاتش يعني لا حول ولا قوة الا بالله. كاين بزاف حنا ولينا تنفكروا الاستقاله من الحلقه من جامعرفنا. ولا قلت لك الحلقه بين الامس واليوم كيف كانت كيف ولات؟ الامس كانت تتفرجني وتتفرج والديا، وكانت تتعطيني كلمه تنوع بها، وكانت تتعطيني امل نجي ليها. دابا الساحه جامعرفنا ولات تتوريني الشوفه فيها غريبه،
اللي هما كانوا صحابي، شدة الموت، شدة المرض، شي ما صاب ليها حيلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. السبب احنا ما كنت بتقولي على الأسباب وأنا قاطعك، نعاود نرجعوا لها دابا، شنو الأسباب اللي خلى الحلقة تمشي لهذا الشيء اللي مشات ليه دابا؟ خلتها ما كانش واحد، أولا ما كانش واحد المعاونة لهذا الحلايقي اللي تيعطي واحد الفرجة للسائح الدخلاني والسائح البراني. ثانيا الحلايقي ما ولاش تيقلب على الفرجة، تيقلب على القوت ديال وليداتو، ما بقيش هو تيفكر في ديك حين. علاش الا ما فكرش باش يدي لولادو بغيت يتبع واحد الحاجه، ما مازال هذا الحلايقي تكون ليه واحد الرمز اللي هو غادي يتسنى حتى الا دار الحلقه وعطى واحد الفرجه وعطى واحد الميساج وما صور والو، تيعرف راه غادي يجي واحد النهار اللي غادي يشد فيه واحد البركه. دابا الحلايقي غادي نقول لك بحال شي طير، بحال شي حمامه، ها هي حمامه ولكن ما عندهاش الريش ديالها باش تطير. وهاد الحمامه الا بقينا تنحيدوا الريش ديالها ما غاديش تبقى تدير على هذيك الماكل، خصها تاكل من هنا وخصها تفرج هنا. مثلا هاد الحلايقي، هاد الحلقه كما درناها في لوطان دو ماروك زمان المغرب بفرنسا، كما درناها في دبي في اسواق دبي تسوق، كما درناها في العيون، كما درناها في الداخله، كما درنا في القرقارات، كما درنا. خصنا احنا واحد المعاونه اللي تعاوننا اللي توقف علينا. احنا دابا الحلايقي الى مرض واش يفكر المرض ديالو؟ واش انا دابا داير جوج عمليات؟ انا من هذا المنبر هذا تنشكر نرجس، يعني كلينيك ديال نرجس، وتنشكر سينوفل، وتنشكر الطبيبات، وتنشكر الممرضين اللي هما وقفوا معايا، وتنشكر بعض الاصدقاء ديالي اللي هما وقفوا معايا من جيراني ومن غير من عيالات ورجال واصدقاء وقفوا معايا. جوج عمليات دوز عمليه في قلب عمليه، يعني يكون مع هاد الناس ما عنديش شي ورقه اللي غادي نمشي للفرماسي نقول لهم اعطوني هاد الفانيد واعطوني هاد الدور، انا فنان. ما يعني عندنا بطاقه فنان، بطاقه كاينه شي جهه معينه كتدعمكم، مثلا نقولوا وزاره الثقافه او نقولوا مجلس البلديه ديال مراكش، واش كاين شي دعم لهاد الناس هذا؟ حنا مازال ما شفنا شي حاجه اللي هي صحيحه، الا دوك حقوق المجاور وحقوق من ست شهور لست شهور تتشد واحد البركه. ولكن حنا واش غادي نبقاو نتسناو من ست شهور حتى لست اش غادي ياكلوا هاد الولاد وما كانت الحلقه؟ ست شهور ست شهور شحال كاين؟ تتكون ديك 120 100 100000 ريال. واش كل شيء ولا غير؟ لا غير بعض الناس اللي الفنانه اللي عندهم بطاقه فنان. نعم. وباش نزيدك للناس اللي عندهم هادشي ديال السينما ودوز، واخا تكون عندك بطاقه فنان، اذا ما كانت عندك شي حاجه في السينما جديده ديال هاد العام وعندك شي حاجه ما غاتشد والو، الا لك تيرك في ترانك تتخلص تنقص لك واحد 600 او لا واحد 700 ريال. ولكن حنا ماشي هذاك الشيء هو اللي بغينا، حنا بغينا شويه اللي يوقف معنا في الدول، اللي يوقف معنا في السكن، اللي يوقف معنا في الدراسه على ولادنا، اللي يوقف معنا في الى طحنا. حنا دابا بحال شنو نقول لك، دابا انا خدام في جامع رفنا، غنمرض ما كاين اللي غادي يسول عليا، غادي نطيح ما كاين اللي يسول عليا، لا ما كاين حتى شي واحد غادي يسول عليا الا الله، والله ينصر سيدنا اللي مخلي لنا هذيك الساحه تنديروا فيها الحلقه. اما كون ما سيدنا حتى هذيك البلاصه غادي يحيدونا منها وغادي يديروا فيها شي بلاصه ديال شي ريستوران او لا شي قهوه او لا ما يشابه ذلك. هذا هو ما تعرف، حيت حنا عايشين بالقدره ديال الله وتحت الرعايه ديال سيدنا اللي مخلي لنا هذيك البلاصه، وما راه ما عندنا والو، ما عندناش. ما عندنا، انا راهن ما نكذبش عليك، انا راهن ما عنديش منين، راهن دابا انا عندي كل شيء، مريض الدار مريض، عندي الولد مريض تيدير الرابوز، وماشي هذاك الرابوز عادي، تيدير الرابوز داير 7000 ريال عادي مال الدواء. عندي المراه مريضه بفقر الدم، انا مريض بالسكر، يعني مدبزين غير مع الدواء. وحنا ما تنشكيوش على شي واحد، تنشكيو على الله سبحانه الا هو.
حيت بنادم ما خدش كيعلي ما غيصور لك والو، ولكن حنا الشكوى الله سبحانه وتعالى. وين هذه ماشي شكايه كيف قلتي هي شكايه لله، ولكن في نفس الوقت هي ماشي شكايه يعني شي جهه معينه. علاش؟ لانه انتم الحلاقي هو ركيزه ديال واحد الساحه اللي هي مشهوره وطنيا ومشهوره دوليا. هاد الشيء تيتخيل لك بزاف. هي اللي كتجيب السياحه لمراكش، ساحه الجامع فنا، شكون اللي يجي ساحه الجامع فنا؟ هذا الناس ديال الحلقه. اي ولكن علاش قلت لك هاد الشيء تيتخيل لك؟ انت راه باين لك هاد الشيء حق ومن حقنا، ولكن فينا هو هذا الحق؟ اللي من غادي تقول اعطيني هذا الحق؟ يعني الناس اللي مسؤولين على هذا التراث ومسؤولين على الساحه الجامع فنا ومسؤولين على هاد الناس اللي تيعطيو لهاد السائح اللي جاي من ميريكان، جاي من كندا، جاي من فرنسا، جاي من بلجيكا، جاي من الصبليون، جاي من اي دوله، جاي من الدار البيضاء، جاي من الرباط، جاي من قنيطره، جاي من هنا. حنا راه حتى حنا تنساعدوا ومساهمين في الاقتصاد ديال هذاك السائح. ولكن حنا شكون اللي غادي يوقف معنا؟ حنا تنترجاو الله ملكنا، لانه حنا راه 43 سنه هذه ديال الميدان. من 76 77 مشات امي المسيره، في 75 مشيت انا لواحد الفرقه ديال ولاد سيدي احمد موسى تيقولوا لي هي يعني الحرفه. قول دخلتها 76 77 حتى لدابا. اشنو هو الاستفاده فيها؟ مازال ما شفنا والو، كاين تنتمناو الخير من الله ومالكنا. نتمناو خير ان شاء الله. ذكرتي لي مجموعه ديال الدول، يعني انت سافرتي من مجموعه ديال الدول هذا؟ اي سافرت انا بزاف ديال الدول. نبدا لك من اسبانيا، فرنسا، بلجيكا، هولندا، بولونيا، المانيا، ايطاليا. دابا انت سفير ديال ساحه الجامع فنا. الحمد لله الحمد لله. الدول العربيه مشينا لدبي، كنا في عجمان، ابو ظبي. يعني الحمد لله حنا مني تنمشيو لشي بلاد حنا تنفرحوا لانه تنمثلوا المغرب ديالنا. كنت مع واحد الجروب تيقولوا لي جروب اكروبات طنجي، تحيه لاله سنا المديره ديالنا، وتحيه للدراري اللي هما هزينا الرايه ديال المغرب ما بين النصارى وما بين اليهود. والحمد لله وافتخرنا بتمغربيت ديالنا، وتنفتخروا لحد الان بتمغربيت ديالنا، وتنفتخروا بملكنا، وتنفتخروا بالشعب المغربي داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، من طنجه حتى للقرقارات الصحراء المغربيه كلها خوتنا وحبابنا. والحمد لله تنفرحوا ملي تنوديو واحد الحاجه اللي هي ترضي. ولكن حنا اللي تنطلبوا من هاد الناس يشوفوا فينا وجه الله سبحانه وتعالى، يشوفوا فينا كاولادهم، يشوفوا فينا كاحبابهم، ويشوفوا المعاونات ديالنا، يشوفونا باش تنحسوا راه لا حول ولا قوه الا بالله. راه الانسان الحلاقي راه تيصور كاع شي حاجه اليوم، قلنا كاع يصور شي حاجه اليوم صورها مزيان، راه غادي يقعد يومين، راه هذيك اليومين اللي قعد راه فيها السير، فيها الكتوبة ديال المدرسة، فيها الدواء، فيها الضوء، فيها الماء، فيها شنو خصك انت، شنو خص المدام، شنو خص الوليدات، خصهم يمشيو للحمام، خصهم يغسلو، خصهم يلبسو، ولا حول ولا قوة الا بالله. لا اله الا الله. الميساج راه وصل للناس اللي بغاو يسمعوه، راه سمعوه. نعم. على العموم ذكرتي مجموعه ديال الدول، اشي طريفه معينه وقعت لك في شي دوله دوله معينه ما باش تنسى لك وقت ما تفكرتي السفر ولا تفكرتي شي حاجه كتفكرها؟ اي كنا في فرنسا، حنا جروب، حنا شي 14 واحد. تلاقينا واحد السيد، الو السلام عليكم، اهلا المغاربه، كي دايرين هنا؟ بخير وعلى خير، فرحنا تنشوفوكم تنفرحوا، مرحبا. هو اليوم راه عرض عليكم انا العشاء في واحد الريستوران. هو السيد سابق لينا، حنا شي 14 واحد هانية، دخلنا للريستوران، والسيد قالنا شدوش هذاك السيد اللي تي دوك القرصان، كل واحد حطوا ليه الكتاب هكا، الدراري ديالنا كاين اللي قاري كاين اللي ما قاريش. إوا جاو لعندي أنا، حليت هذاك الكتاب، قال لي وأنا أنا بديت تنعت ليه، تنعت ليه، قلت ليه وي، قلت ليه سا، إيسا، إيسا. شي ثلاثة، عند ليا واحد الكاس ديال العصير وحداه شي بارطيات و يا تنشوفوا حنا هذاك سربالنا هذاك اللي عيط علينا شي شويه، تنشوفوا غادي تيقرب فم الباب، غادي تيقرب فم الباب.
شي شوية تشتو خرج من الباب، خرج من الباب وانا نقول هذوك يا سيد راه السيد اللي تعنى نتعشى وداك الشيء راه شتو خرج من هذاك تبعتو انا تبعو المقدم. حنا قلنا له قال لي اخويا راه انا قلت واش غادي نتعشى شي عشاء خفيف وداك الشيء. قال لي راه دابا عرفتي كلها الشاد. قال لي راه غير انت شاد دابا شي 24000 ريال. يلا ودي عطي لنا حنا نخبيو بلا نصمو 3 ايام. وتيوقعوا بزاف د الحوايج كاين شي مترو تا هو تما تتقطع في فرنسا تتقطع دوك شي وريقات تيكونوا ديال تقطعهم باش ما يجيش السبت والحد ما ايوا كاين شي دراري انا مقطع دوك الوريقات شي دراري تبعوني ما يدوزو غير شدو دوك البارتيات ديال البيبان اللي تيتحلو هكاك ومشينا انا درت هكاك تحل داك الباب دزت مشينا تقدينا مني راجعين لقينا شي 4 البوليس معاهم. انا عطيتهم هذيك الورقه شافوا الساعه الاخرين زيد على الورقه يقولك لي الباسبور زيد ما عندك زيد على الباسبور 36000 ريال لواحد اللي خلصوا الله اكبر على 10 دراهم على انورو. وبقاو بحال هاد الحكايات وليت تندير انا تجربه تنكون على بال باش ما باقيش يطيح بنادم في بحال هكا. وتنشكر واحد المخرج اللي هو عطاني ايد المساعده انا في مراكش ومراكشي لانه هذا مخرج ولد الناس ورجل طيب ورجل تيخاف الله سبحانه الا هو وهو لطفي ايد الجوي اللي هو وقف معايا وعطاني ليد ديالو وعاوني في الفيلم ديال الشطاح والفيلم اللي درنا دابا تيلي فيلم وواحد الفيلم اخر ديال باي باي لا فرونس والشرقي سرتي ديال بن سليمان حتى هو الله يحفظه اللي هو درت معهم واحد المسرحيه ديال 7 رجال بالاسم هما داروا 7 رجال دخلوني معاهم قال لي انت من واحد من الناس ديال 7 رجال الحمد لله شرقي سروتي ولا مهيول هذاك الاستاذ وهذاك الراجل وهذاك الطبيب ديال الفكاهه مهيول وجواد السايح هاد الناس وخي ابراهيم هاد الناس عطوني ليد المساعده اكثر من الناس اللي هما ديال مراكش وهما صحابي واصدقاء ديالنا ولكن ما عمرهم هزوا الشوفه باش يشوفوا فينا ما عرفنا واش خافوا نسبقوهم ولا شي حاجه. حنا بنادم باش موقف معاك راه الله تيوقف مع الانسان. نعم، غير شنو الاعمال الجديده اللي كاينه عندك؟ الاعمال الجديده اللي كاينين وهي حنا خدمنا على ذاك واحد المسرحيه عمرها ما تدارت في المغرب وما عمرها دازت فوق التياترو لانه دازت ولكن دازت بواحد الدوزه اللي هي يقدر كاين اللي غادي يفهمها وهي السميه ديالها اسوابن. هذا اسوابن يعني بحال اي معشار تيقول تحيه الناس ديال تيزنيت وسواسه كاملين لانه هادو الرجال اللي هما حتى هما تنقول لك ليد الامنيه ديالي الناس ديال سوس بالمدير ديالي السي الحبيب نونو. هاد المسرحيه غادي تكون مزيانه مزيانه وكاين واحد الفيلم غادي يكون في رمضان ان شاء الله حتى هو جديد ان شاء الله تيلي فيلم وكاينه مسرحيه اللي غادي تدوز في تمازيغتي ان شاء الله ونتمنوا ان شاء الله. وكاين حنا كاين الجديد وان شاء الله انا دابا خدام على واحد الدوسي غادي نقدمو للوزاره ديال الثقافه ان شاء الله فيه السي عبد الرحيم المقوري السي عبد الرحيم وفيه البنت ديالو حتى هي اللي هي فكاهيه وعطات واحد الفكاهه وعطات يعني واحد الحكايه للناس اللي هي الجميع فين ما كاين شي مغربي يفتخر بهاد البنت هادي لانه حتى هي الحمد لله خدات واحد الجائزه يعني قرايه يعني حابه هاد الميدان ديال الحكايه ماشي حب كطعم حابه حب خير وكبير. الحمد لله انا تنفتخر بهاد البنت هي اللي باها علمها وقراها ومازال دافع لقدام وكاين واحد الولد ديالو حتى هو. عندنا السي عبد الرحيم هو البنت ديالو وانا والثنائي ديالي عندنا واحد العرض اللي غادي نقدموه للوزاره ان شاء الله اللي هو فيه ساعتين ديال الفرجه ساعتين فيها الفكاهه فيها الحكايه وفيها حتى الحكايه بالشلحه لانه كما ديت من عند السي عبد الرحيم حتى انا ديت واحد التجربه من عند حنديمه الحليقي تيستافد من الاخ ديالو الا كان الانسان تيتصنتو داك الشيء. انا كيبعد تنسمع الحكايه من عند السي عبد الرحيم دابا نقدر نحولها انا بالشلحه ونخدم بها بالشلحه الحمد لله ولكن الفضل كل شيء تيرجع للساس كما تنقولوا. والحمد لله انا تنشكر هاد الناس كاملين والمغاربه كافه اجمعين والامهات ووليداتي والناس اللي تعرفونا والسلطه الرابعه اللي هي دائما في واحد
في واحد السفينة اللي هي تتعرف الماء فين غادي واش جاي واش واقف واش الحمد لله. وهذا هو التحية والشكر الكبير. مرحبا. غنخدموا واحد الحكاية عاودتيها لي في الكواليس ديال الاخ ديالك كنت هو في بلاد الغربة، شنو وقع عليه؟ هذا خويا عبد الرزاق معروف هو تيخدم مع الغيوان. كنا في واحد زمان المغرب بفرنسا، الور كنا في واحد الاستعراض، وهذاك الاستعراض تيتمشى شي شويه وتيعاودوا ينتقلونا لشارع اخر. هو الرجال دخل واحد الريستوران، دخل ديك الريستوران يعني قعد فيها شي نقول لك شي ساعه وشي شويه، خرج ما باقيش عارف فين مشينا ولا داك الشيء. بقى تيشوف، بان لي واحد البوليسي مشى لعندو، قال لي بونجور، قال لي بونجور، قال لي موا قد 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 قن قن وي، قال لي هذاك البوليسي كيس كيس، قال لي موا قد 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 فولكلور. وهذاك البوليسي ما فهم، قال لي كوا كوا، قال لي موا فولكلور. ايوا بقى تيدير هكا شي شويه، دار هكا وي، يلقى ديك كارت فيزيت جبدها ويقول لي اي موا ايسا. قال لي زعما هنا فين تنعس انا، هو يديو شتي القرايه باش مزيانه. قلت له عاوتاني وصل فرنسا وقول لهم موا قد قد قد. نهاية هذه الحلقة من حلقات ضلالة، كان معنا السيد عبد الله المسيح. شكرا سي عبد الله. ميرسي. شكرا سيدي. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء. لا تنسى الاشتراك في القناة ووضع علامة لايك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أخبارنا.